يعني ولا بتحسها ملبوسه. هذا البنطلون كثير كثير حلو. انا اخذه؟ لا انا كثير حلو. لا انا بعد يعني الباله جديده تماما. لقينا من شي ان مرحبا. اذا بتتذكروا في حلقه من الحلقات كنا عم نقارن بين السوق الشعبي المتوسط والماركات، تمام؟ هلا نحن اجينا بس على السوق الشعبي، لماذا؟ لحتى نشوف الماركات، تمام؟ يعني نحن من السوق الشعبي رح نطلع منه الماركات، مو نروح ماركات. فهموا علي؟ فهموا علي؟ طبعا يعني نحن بدنا نشوف فرق الاسعار وبدنا نحاول نلبق ثياب قد ما فينا من الماركات اللي يعني بالسوق الشعبي. ايه انا بلبس ستايل، هي بتلبس ستايل، ورح نشوف. جايبتني معها لتحدي مثل العالم يا جماعة. نشوف الماركات هي القصص، فرح نعمل هيك جوله هلا بالسوق، وخليكم معنا لاخر الحلقه. وما لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. خلونا نبلش يلا. نحن مبدئياً عم ندور على محل يكون واسع شوي نقدر يعني نتحرك فيه براحتنا. ايه مشان نقيس وما نقيس وكذا. فهون اغلبها بسطات. شوتي لهون؟ تعا كأنه هذا واسع. خلينا نجرب. تعا هلا في هون المحل، فهون في كله بناطلين، هون بناطلين، كنزات رؤى. بتعرف كذا غرفة كمان رؤى. شو هلا نحن مبدئيا البالة فيها شغلات مو ماركة بس قطعة جديدة، وفيها شغلات هي ماركة وقطعة جديدة، وفي شغلات مو قطعة جديدة، تمام؟ فالبالة هي كتير متنوعة. نحن اليوم بس رح ندور على الماركات. جابتني على شيء بحبه. واخيرا واخيرا ليك على فكرة عن جد ليك انه جديدة وما ما يعني ولا بتحسها ملبوسة بحياتها. ايه رؤى طلعي القطعة بورقة. لونك المفضل. هلا نحن ونحن وعم ندور رح نحاول ننسق بين انه كنزه وهيك ونقيس ونرجيكم، تمام؟ ليك هذا كمان اكس لارج بيجي عليك؟ ما بظن بيجي ضيق شوي. ايه بيجي ضيق. كثير صغير عليك رؤى هذا، مو؟ اذا عملنا انا اوكي عن جد هو صغير علي. لا هي بدها شي بنطلون اسود رياضه او هيك شيء يطلع. هلا هلا بلاقي لك هون مليان بناطيل مدري شو. هلا انا نقيت هاد، اذا لقيت كنزه مموهه بكون كثير رواق. وانا نقيت هاد مو كثير كثير مين شو. هلا ليك في هون هاي الغرفه بدي شوف. شفته؟ بحر كنزات. ليكي هون في كنزات حلوه. هلا هي رجاليه بس انا رح اخذها. هي خليني انا اخذها. لا انا لا انا بعد بس بلولا. مبدئيا نحن نقينا كثير كنزات حلوين، حنرجيكم اياهم. هلا هي طبعا اللي قلت لكم عليها الصبيانيه بس انا كثير حبيتها. رح اقيسها. ايه في كثير بنات بيلبسوا. لا في كثير بنات بيلبسوا ثياب اخواتهم يعني عادي. هذا البنطلون كثير كثير حلو، هلا بتشوفوه على قياس كيف بده يطلع بس عن جد حلو. وهي الكنزه من النيو داي، هي من النيو لوك من ديزني. هيك اسمها؟ ما بعرف هيك اسمها بس محطوط ديزني تحت. اكيد من ديزني هي. ما بعرف بس مبلا. مو هي تبع ديزني؟ لا. شو هي لك؟ ما بعرف ما قريت. اوكي هي شيء ظريف. هي ماركة ظريفة بس ما شو اسمه. بولو كمان؟ لقينا من شي ان. اوكي وهي اندر ارمر هي. هلا هذا البنطلون الحزين كثير حلو. ما لقيت له كنزة ما بعرف. بده كنزة بيضة. بده كنزة بيضة كثير حلو. هلا اذا لقيت له بلبسه كله بالكرتونة تبعه كل شيء. هلا لما كنت عم اشوفهم كلياتهم بالكرتونة تبعهم يعني البالة جديدة تماما. في منهم ماركات وفي منهم ماركات بس انا ما بعرفها. هلا نحن نقينا كثير كنزات وكثير بناطلين وهالقصص، رح نعمل ستايلات. اما انا حط لي الترانزيشن هذا تبعه تبع اليوتيوبر اللي بضل بحطه. طيب يلا اوكي يلا. Why can't I let the day be done? When the sun is out of sight, so is my peace of mind. Why can't I have a little fun? Little fun. My worries sit
لا. طب حبيت ميشو؟ لا. انت طالع يعني هي حلوة كتير بس كتير كبيرة. حبيبتي شوفي بنطلونك ليك من فوق كيف مجمع تجميع. ايه بنطلوني يعني اياسة. ولا كلمة. هلا رح نروح على الستايل الثاني اوكي؟ خليكم معنا. اسعار؟ سيدي لكم قد ايه سعرها. هلا لكم انا لاني نقيت رجالي وهيك شغلات ف 30,000. اما هي لان نقيت نسواني ف 20,000. كانك عم تشمتي فيني؟ لا لا انا زعلانة على حالي نقيتك شيء كثير غالي. ايه البناطلين هلا اللي هيك مثل هاد تقريبا 30,000 والجينزات 35. اه مو كثير حبيت وماركات اوكي يلا اللي بعده. They really not committed if it ain't no new wave to ride. You knew how God was using me, it'll make you cry. Slow down, young boy, let the pain subside. Everybody can't go, I know you mourning. Better be about the cream before the bees get you swarming. You ain't gotta force it, put it on my tab. I'm not gonna... حبيت ميشو؟ اه حبيت. انا طالع يعني هذا يمكن بيناسب الحوامل اكتر ما بعرف انه هيك يعني فضفاض وكذا. ايه هذا ما بعرف. هذا الشيء ده صاره بالعشرينات والبنطلون الجينز وبنطلون الرياضة. اه يعني انا بس لابسه ب50,000. اه انا بنطلون ما بقدر اجيبه ب50,000. طب وهي الكنزة 20 والبنطلون 30 وانا 50. انا 10 قد ايه؟ صفر. ثلاثة من عشرة. الله يجبر بخاطرك. انت حصان صفر. هلا شوف اللي بعده كيف رح تقلي 10 من 10. يلا. والله ظريفة. ظريفة يعني. هلا هاي الكنزة نفس اللي ارجتكم اياها من شي ان. فكمان هي بالعشرين. يعني هدول الكنزات كلهم اللي عم نعرض لكم اياهم بالـ20,000. تمام. انا كثير حبيتها وشكلي رح اخذها. ظريفة والله. هي مصطفرة شو رايك؟ وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. هلا بس بدي لكم شيء، نحن ما طولنا كثير يعني حتى ناكل كم ستايل، لانه هون السوق كله يعني الكنزات كلياتها تقريبا نفس الاسعار، كل المحلات عندهم نفس الاسعار يعني كلياتهم 25 20 كلياتهم بهالحدود عرفتوا. والبناطلين نفس الشيء والفساتين نفس الشيء، بيبقى ممكن فساتين سهرات كذا بيختلف شوي. يعني فيكم تشتروا بدل كامل وماركات وباسعار كثير ارخص. يعني اجينا على سوق شعبي عادي ولابسة زارا وشي ان وشو ما بتفعل. ويلا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة وحبيتوها، وكتبوا لي رأيكم بالكومنتات تحت وبشوفكم بحلقات جديدة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. ايه بيرلا ويزن لانه هم. باي.